السادة المشاهدين مشاهدي قناة الأكاديمية العربية للعلوم الأمنية، ويتجدد اللقاء النهارده 29/11/2020، اللقاء الشهر العلمي الرابع حول التحول الرقمي مفاهيم وتطبيقات. مش فقط لأني متخصص في التحول الرقمي، أنا بعشق فكرة الانتقال الترانسميشن والترانسيجن مود. في فترة انتقالية في عمر العالم كله، في عمر الكرة الأرضية كلها، إن كل حاجة هتبقى بالإدارة الرقمية والرقمنة والتحول الرقمي على اتساعه. واسمحوا لي ناخد زاوية مختلفة بنكهة مختلفة مع صديقي وحبيبي، ولطالما يعني كنت حريص إني أصور معاه وألتقي به، وجاء اللقاء وجاء الوقت الآن، الأستاذ رجل الأعمال المصري الذي نفخر به كلنا، الأستاذ رامي زهدي، وهو مستشار ومسؤول العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بشركة إيجيك التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. نورتنا وسعداء. أشكرك على المقدمة الجميلة دي حبيبي، بارك الله فيك. الله يخليك. ودايما كده بنستمتع بإطلالتك. عفوا يا فندم. تساهم في صمت لكن إيه في شعبتك الكثير. اتشرف حضرتك. اهلا بيك. خلينا نتكلم عن التحول الرقمي، وانت كرجل اعمال وكمساهم ومساعد ومستشار لعدد من الشركات ونماذج الاعمال المختلفه في مصر وخارج مصر. صحيح. كيف ترى التحول الرقمي في الصناعات وفي عالم التجاره والبزنس؟ الحقيقه التحول الرقمي من عده سنوات بسيطه كان بالنسبه لنا يعني امل، او احنا بنرغب في تنميه اعمالنا باستخدام التحول الرقمي. لكن دلوقتي في الايام اللي احنا فيها ما عادش التحول الرقمي رفاهيه وما بقاش اختيار، وبقى الاعمال كلها ايا كان حجمها، من اول المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر والمتوسطه ثم الكبيره ثم الميجا بروجكت ثم المشروعات القوميه، اصبح لا غنى عنها عن تحول رقمي. التحول الرقمي بقى امر يعني حتمي، اللي مش هيعرف ان هو يتواكب بسرعه مع اللي بيحصل في العالم هيتاخر، وهيتاخر كتير. والتحدي الأعظم عندنا مش يعني مش إمكانيات التحول الرقمي الفنية، أو مش إيماننا احنا بالتحول الرقمي، لكن كمان صياغة العنصر البشري اللي بيدير البزنس والأعمال والعمال والمنشآت في مصر، إنه يتفهم جيدا إن التحول الرقمي مش رفاهية ومش إجراءات زيادة بنعملها ومش موضة، ده خلاص أمر حتمي مش هنعرف نعيش من غيره، ولن نستطيع أن احنا ننجز أعمالنا وندير مشروعاتنا ونقلل تكاليفنا ونحقق الأهداف الموضوعة مسبقا إلا بتحول رقمي ممنهج ومنظم وعلى أساس علمي. نعم. كيف ترى التحول الرقمي في أعمالك اليومية؟ أنا شواهد ونماذج. أنا كإنسان عادي قبل ما أكون بشتغل في أي قطاع في أي مكان في الدنيا، أنا مستخدم للرقمنة والتحول الرقمي من أول ما بصحى لغاية ما بنام. أنا وزي ناس كتيرة، يعني مش أنا لوحدي، أنا بصحى من النوم بستخدم الأرقام والرقمنة، بسوق عربيتي وبتحرك بالإطار ده، بنظم أعمالي بالأرقام والرقمنة، وبعدين بنتقل بعد كده لي أنا خلاص رايح في بيئة أعمال، في بيئة الشغل، أيا كانت وظيفتي، أيا كان دوري، صحفي، مذيع، رجل أعمال، مدير، عامل، مهندس، سواق، في النهاية لو سألت أي واحد من دول هتلاقي إن هو بيستخدم الأرقام والتحول الرقمي وبرامج التكنولوجيا طول الوقت، حتى وإن ما كانش أخد باله وقعد يحسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه. في بيئة أعمالنا بقى مهم قوي إن إحنا نصيغ برامج رقمية للسيطرة على كل نواحي الإدارة بما يتوافق في النهاية مع الهدف اللي بيدير من أساسه المنشأة. نعم. وبالتالي حضرتك عايز تقول ان خلاص نستبدل الاوراق والكابلات والاسلوب القديم كله بالمحطه الرقميه المناسبه لي. صحيح صحيح. تحياتي يا فندم. اشكرك. سعداء بهذا اللقاء ولا تحرمنا دائما. شكرا يا استاذ رامي. شكرا جزيلا. تسلم يا فندم. ساده المشاهدين، التحول الرقمي كل الاجراءات، كل البروسيجر مانوال الدليل الاجرائي، كل الخطط التنفيذيه، كل الخطط الاستراتيجيه، كل لا تحرك ساكن ولا تسكن متحرك الا من خلال الاستعانه بكل ادوات التحول الرقمي، ذكاء صناعي، المعادلات البرمجيه والرقميه المختلفه، التطبيقات الذكيه، الاعلام الرقمي، قواعد البيانات واستحضار البيانات واستحضار المعلومات، استخدام وتعظيم الاستفاده من معالجه البيانات لصالح نماذج الاعمال. أصبح زي ما قال الأستاذ رامي وكتير من الأساتذة والخبراء، أصبح جزء لا يتجزأ من واقعنا وعالمنا ومعاملاتنا. وجميع ضيوفنا أكدوا أن التوجه والإرادة السياسية للقيادة السياسية المصرية بتصب في حتمية وضرورة الانتقال
الترانسميشن مود، المرحلة الانتقالية من الحالة الكلاسيكية إلى بيبرليس كيبلس بلا أوراق بلا كابلات، بأنظمة معقدة خادمة لأحوالنا وإجراءاتنا وأعمالنا اليومية طبقا لما تقتضي حالة التحول الرقمي. كان اللقاء ولا زال وتستمر اللقاءات حول هذا المفهوم الأكثر من مهم والأكثر من ضروري لحياتنا. أحمد حبيب، المستشار الإعلامي للأكاديمية العربية للعلوم الأمنية، ويتجدد اللقاء.